وايدي كاب، مرحبا بكم في الفيديو رقم 1 رحلتي الثانية إلى تايلاند. ترقبوا محمد الكتبي حول العالم وخلونا نشوف الفيديو الأول. أهلا وسهلا بكم، اليوم الجمعة مسافر إلى تايلاند. إن شاء الله في هالجولة هذه تستمتعون بجولتي في تايلاند، وخلونا نروح حاليا في المطار. صرفت العملة التايلاندية وبصير الحين ستاربكس باخذ لي كوفي شوية، لازم كوفي قبل السفر. يلا خليكم سفرتنا إلى تايلاند. بوم. تم الوصول الحمد على تايلاند إلى مطار تايلاند حاليا من بعد سفرة 6 ساعات وشيء تقريبا. حبيت أرحب فيكم في مطار تايلاند ونكمل ناخذ شنطنا نتجه صوب الرحلة إن شاء الله. أكيد أول ما توصل المطار بتدور على سيم كارد، في هني المحل اللي خلفي عندهم باقة لمدة 7 أيام Unlimited Internet، تقدر تشتريها سعرها 300 باط، رخيصة جدا يعني 30 درهم إماراتي من هالمحل هالي خلفي. هني اول ما تطلع من المطار على طول توقف في هاللاين هذا عشان تحصل لك تاكسي. غلطنا احنا، ما غلطنا، رحنا فوق نسال عن التكاسي، قالوا لنا ب 1400 ل 1500 كذي. المهم نزلنا تحت حصلنا التكاسي ب 800، حصلنا التكاسي ب 800 صراحة تحت هذا في المطار تحت. اهلا وسهلا بكم في بانكوك، اليوم الثاني عندي في بانكوك. خليني باخذ لكم جولة حاليا في الفندق اللي انا ساكن فيه، جي دبليو ماريوت، نتعرف عليه وشوية راويكم ان شاء الله عيبكم الفندق. انا صراحة عاجبني هذا المدخل الفندق، نانا الجهة هذه منطقة العرب بس يمين. الخروج من الفندق حاليا والوجهة الى بلاتينيوم فاشن بالتاكسي، كان التاكسي 150 باط، لكن بعد صدمناه ب 50 باط، وافق على 50 باط يعني ما يبالهم غير كذا.
خلص زحمة. هاي اللي فوقنا جسر محطة القطار. اللي حاب يغير نوع المواصلات يروح بالقطار. بالليل يطلعن دراجات التوك توك، يسمونها دراجات التوك توك. هني عندهم التحية باي دي كاب، يعني باتون تايلاند، تحيتهم باي دي كاب. بلاتينيوم فاشن مول، اليوم الثاني او الثالث اليوم عندنا. يلا خلينا باخذ لكم جوله هني في بلاتينيوم فاشن مول، اعرفكم عليه. اول شيء ببدا من برا، بمر لفه سريعه على الفشكات الصغيره، وبعدين بننتقل داخل المول. هذه المحلات عندهم ما شاء الله كلها ملابس، كما تشوفون بوفر الطاقة ما اقدر امشي لين هناك. اكثر شيء هني عندهم ملابس، ها الطابق الاول، ما ادري الطوابق اللي فوق ما ادري كيف عندهم. ما شاء الله دونات، تبين دونات ولا ايس كريم؟ دونات. تقييم المول البلاتينيوم فاشن مول اعطيه 5/10. انتهى الفيديو رقم 1 لرحلتي لتايلاند، واتمنى رحلة تعجبكم، ولا تنسون المشاركة في متابعتي في مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا لا تنسى الضغط على لايك والمشاركة بقناتي.